ما بصلات كل تحت. واعي عباد الله واعي الدراري واعي بصلات كل تحت. ما خد بلا دريتها قم 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 قم. شوف الاخوان الجلده ديالو كيدايره صفراء. هاد اللون الاخوان في الجلده ديالو كيدل على واحد الحاجه. شنو هي؟ لا شوف شوف بلدي. اليوم الاخوان غنديروا واحد القضيه اللي عجيبه غريبه اللي هي غادي ناكلوا الطاووس بالتبشير ديال الطاووس. المهم الاخوان باش تعيشوا معنا هذه التجربه هذه. اه عندك لاين قبلي وما تخاف والو. باش تعيشوا معنا هذه التجربه هذه خليكم معنا في هذا الفيديو هذا باش نشوفوا كيفاش غادي نديروا لهذه القضيه ديال ناكلوا الطاووس بالتبشير ديال الطاووس. بطبيعه الحال مسيو الوالد او مسيو الضلا نسقسيكم بعدا. واش عمركم كليتوا الطاووس ولا عرفتوا المذاق ديالو؟ لا انا صراحه ما عمرني كليته. الله يرحم والديك سير. حتى انا ما عمرني كليته نهائيا. كتشوفوا غير التبشير ديال الطاووس. ولكن واحد القضيه باش كتعرف التبشير ديال الطاووس واش حر ولا لا؟ باش غنتعرفوا؟ اه فيه الطاووس هو؟ لا غتعرفوا مولات الدار كتبدا فيه السميه ديالها. ايييييييي هذه دابا هي ماذا ان الطاووس حر. حر ما دام ان التبصيل ديال الطاووس حر. وهذه وهذه كتبات فعلا حيت انا الوالده عطات واحد المراه عطات ليها التبصيل ديال الطاووس. ياك فهمتي وكتبات السميه بالفلتر. وجات هذيك وهي تنكرها قالت لها ودي راه مع انا التبصيل ديالي مكتوب بالفلتر. وهي تقول لها امي يسامي فرت الارض التبصيل هو. ايوا هذه السميه ديال حنان. حنان ياك؟ لا هذه حنان بنت خالت رقية. هذه وحده من العائله عائله مرتك ما كتعرفهاش. اي ما عرفهاش. عرفتي طارح يسو جداد؟ شنو هو؟ طارح يسو. كيفاش؟ طارح يسو. اش كيقول هذا؟ طارح يسو جداد. زيد شنو دار؟ مشى حتى الهواي باش يشرب هواي وحنا غناكلوا الطاووس والتبشير ديال الطاووس. هذاك اول حاجه ما سميتوش طارح يسو. سميتو طه حسو. اه يسو. طه يسو. الله يهديك. ربي الله يهديك اصاحبي. المهم كيف ما قال لكم طه يسو شرب هواي فهواي. حنا طولانطي مشيو تا الهواي والفولو والترانو كدا غناكلو الطاووس في التبصيل ديال الطاووس. وكيف ما كتشوف الاخوان ومشاو وديديكاس الحسين الطاووس الرئيس. الرئيس الطاووس الطاووس عزيز عليا ديديكاس. قول له امركل ديالو اش كيقول هو؟ امركل ديالو اش كيقول؟ مثلا مالي اختي دايا زوك دويني راه ثاني هان كل صياد هان كياش تليني مانيش خديت تنجم توخاني ترولتي مدينه كي صياد مسكين داك تضافيني. بلاتي صافي راه غطفى. اسمح لي المهم كتعرفش معلومات على الطاووس ولا لا؟ هاد الطاووس انا كنعرفو هو الديل ديالو تبارك الله هو هو الذكر. الذكر هو اللي كيتلقى لذاك هذاك الزعت ديالو الزعنفه. الزعنفه ونتولى ونتولى خليه يتلقى لنا هذيك اللعبه. لا عاد شنو غنديرو؟ شوف غنصبرو غنصبرو الاخوان غادي ندخلو ان شاء الله مع الغابه. كيف ما كتشوفوا هاد لابيست هادي هي اللي كتدخل الغابه. هاكا كي حنا غادي نمشيو غادي ناكلوه في وسط عندك دير اصاحبي الله يهديك. الاخوان قبل ما نديرو شي مصيبه غادي ندخلو دابا ان شاء الله مع هاد لابيست هادي. كيعجبني بزاف لوفرود كنبر بحال مروج النسر. والله العظيم تلقى النسر راه كيدير واحد الكلاكسون راه باللي سمعتو كيغوت الكلاكسون. والكلاكسون هي الكلاكسون هذاك وعلى شنو؟ شوف وهذا علاش كيديروه مال الفيلمات؟ علاش؟ علاش؟ كيجري على الجنون. وهي ماشي هكا كيجري على الجنون. هذا داير بحال السيكوريتي الا شاف الغاشي كي وهو ماشي كيدير قاق. والله العظيم الله يرحم والديك. هي اللي ماشي. ولكن اسمح لي لا انت لا هو صحيحين. علاش؟ هذا كيدار للزنا. زنا؟ وهو صاحبي راه راه كيتكال. انا نيت شحال من خطره قالت لي امي كل 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 حتى توصل الطاووس. يا اخوان باش ما نكثرش عليكم في هذه المقدمه يلا نمشيو ان شاء الله باش نديروا التخيله ديالنا لوسط الغابه. خليكم معنا. اخوان عاد وصلنا دابا للبلاصه اللي غادي نطيبوا فيها الطاووس ديالنا بطبيعه الحال. وتصادفات لينا الخوت تصادفات لينا مع هذه البلاصه هذه الناس ديال الانستغرام وفيسبوك غادي يعرفوها. هنا فين طيبنا البطه الخوت هذه راه جيت بارازار في راسك. والله الا بارازار راه هنا هنا في هذيك البلاصه. سبحان الله العظيم. ولكن بلاتي واش متحمس انك تذوق ولا لا؟ لا محمس وغادي نشرب الدم ديالو. راه هو غطير لنا الفيديو الله يهديك. طمر راه حنا انت راه ما سميتش الهرود الحمر ولا الانكا. انت راك الضلا مغربي. شنو هو تقريبا التوقع ديالك اللحم ديالو كي غيكون؟ الله اكبر واحد النحله كانت ضغطتني. ايه واش غنقول لك؟ انا غنقول لك انا غيكون فريشك
ولا بلاتي المذاق ديالو كيفاش؟ المذاق ديالو فريكشن ديالو. اه المذاق ديالو غيكون زوين. زوين مليح ان شاء الله. حشومه خليتي باني خليتي ولد الحاج حماد بوتلاق تبقى تسوق للظلام. والله الا تفخ معاك كلشي على البابيون بلاتي. اه بالصلاه كل تحت. وا عباد الله وا الدراري وا بالصلاه كل تحت. قلبي لا درتها والله حتى نديرها الفوق. ولا تحت والله لا تحت والله لا تحت. وانا اللي غنطلع. شوف 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 البصله ما غاديش كاع نديروها لا الفوق لا التحت. سلام عليكم. وما تقولش لي انايا واش صاحبي انتوما ديما كدبزوا صاحبي الوليد البصله لتحت. دير عقلك انت مول العقل ولا يجب الدفعه. شوف الله يعاون جا صافي صافي. اجي لهنا اجي اجا هو لهنا قال لها اجي لهنا صاحبي. وشوف والله البصله غتكون اللي فوق. شوف شوف لا انت لا انت اللي غتقول فين غتكون البصله. ايه غادي نسولو الطوس هو اللي غيقول لنا فين غتكون البصله واش فوق ولا لتحت. السلام عليكم سالينا. صافي مشات. يلا زيد صافي. المهم الاخوان الحمد لله قدينا لا ميزون بلاص ديالنا بطبيعه الحال اللي غادي يمكن لينا نهيئوا فيها الطاووس ديالنا ناكلوه. بعدا اول حاجه قبل ما نحلوه الحمد لله بطبيعه الحال على نعمه الاسلام اول حاجه هو ما حكم اكل لحم الطاووس؟ حلال حلال بلاتي حلال. شكون قالها لك؟ حلال. واش كنا وين ربي حلال واش صاحبي انت حمق؟ حلال. واش غير حيت دابا كاين حلال؟ حلال. او دير الله او يا او يا انا ما تقول لي هذاك الطاووس حلال ايكا. السلام عليكم. انت الراي ديالك مسيو الضال انت ديجا قاري الشريعه والدين. الطاووس ما كياكلوهش الناس. واش كي شكون اللي كياكلو؟ ما كياكلوش الناس كيستمتعوا به. كيفاش كيستمتعوا به عاوتاني؟ تلقوا في الجرده. هكا كيما نقول لك تلقوا في الجرده. تلقوا في الجرده يعني الزينه الصوت ديالو وذاك الشيء. ولكن قال لك اودي هناك بين المذاهب يا اخوان من قال انه لحمه مكروه. فهمتي قال لك اودي الطاووس نزل من الجنه. وشوف انت بنادم اش كيقول. انا كنعرف هذا هو من الدجاج من الحيوانات ديال الطيور. ما كايناش في القران ويسمحوا لي الناس ما فيهاش الطاووس. ما كايناش انت القران بعدا مصيبك حلا انت كورش انت يا مالك. ايه راه علاش انا سميتي ديباني باش ما يجيش شي واحد يفهم من مورايا باقي. السلام عليكم. شوف الناس كيقولوا اللي قال اللي سمعت دابا كيقول لك قبل الناس لاك اللي ديما شربتي ماشي حرام واصبر هو ماشي مكروه. حتى مكروه ما كايناش. هذه غير واحد المذهب. اما المذهب المالكي اللي خدامين به حنا المغاربه كيقولوا بانه هانيه ما عندكش مشكل. علاش؟ اعتبارا بالحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم كل ذي مخلب من الطائر. اقصد بالمخلب ماشي عنده غير المخلب لا يكون كيصيد بالمخلب ديالو. اه يكون كيصيد بالمخلب بحال النسر بحال الشاهين بحال الشاهين بحال الباز. هذا ما يمكنش يصيد دابا ضرب بيديه ما يمكنش. يعني هذاك عنده المخالب ديالو ولكن المخالب ديالو ما كيستعملوهمش للصيد. يستعملوهم فقط للدفاع على النفس على النفس ما مرضي. اش بان لكم صافي دابا حنا غادي نقابلو على النفس على النفس. لا ما غاديش نذبحوه اودي غير تبراصح راه هو ما مغدي ماشي داك الشيء. دابا المشكل هو ان كاينين بعض الناس غيقول لك اودي لا راه حرام لا راه كذا. لا هو راه فعلا هذا الطاووس ما كياكلوش الناس حيت غالي بعدا اول حاجه وغير خاص للزينه. ماشي الزينه الزينه تزين 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 كيزينوا به ولكن حنا راه غادي نشدوا. صافي صافي سير يلا ندبحوا يلا الوليد حضيب على البصله. عاودني منك انا حضيب على البصله. البصله تكون تحت. كيفاش عاودني انا ما نعرف انا ما داك الشيء الطاووس ما كيذبحش. اودي الله يهديك اصاحبي حرم عليكم كل ذي. اودي خلينا ناكل القن ديالي. وخليك صافي خليك على بالك خليك راه غادي نعطيك هذاك ديالو الريش ديالو ديرو خدا باش ما يضربش. هو الريش ديالو ديال البصله لتحت ديال البصله لتحت. راه هنا ما متفقين. لا هنا ما متفقين. لا ما متفقينش. الله يعاون الله يعاون. باهي حتى ندير البصله لفوق ودير نص الفوق ونص الفوق تحت. الله ندير ورق حجر مقاس اللي جاي. يلا هاك انا اللي ربحت. لا بلاتي اش من راه هو عنده الحجره انت عندك مقصوها. بحال بحال اش الحجره جاي واش كيدير؟ واش من هو ضرب مك ولا ضرب باك؟ واش كيقول لك اش كيدير المقص من الضص؟ راه انا اللي ربحت. الله يهديك. شوف دير لي خاطرو حتى نوصلوا لذاك الشيء وانا مالي عليك. هناك فيه الله يرضي عليك. يلا المهم راه هرب لينا بطبيعه الحال. عرفتي راه كان تبع فيه وكيجري. شوف والله ما تبعو حتى يدير لنا التحيه. كيفاش تحيه؟ حتى يدير لنا التحيه. تحيه العلام؟ لا لا التحيه هي هو غادي يدير لنا التحيه. ايه عطيتنا هي التحيه زعما يطلق لنا ذاك
يطلقوا لينا زعما. ولكن راه ما عندوش هذوك المدورات هكا وكذا. لا هذوك راه غيحلهم غيحل فهمتي، غادي يخرجوا من بعد صافي. ولكن هو راه مطبعو كيحشم. لا ماشي مشكل، ما غنشوفوش فيه غنقولوا. لا كيحشم، حنا دابا غنطلقوه هو غيدير لنا تحيه واحد شويه. يلاه سير على الله. صافي فين غيدير لنا التحيه دابا؟ نحطوه بعدا كاين ونميكو عليه ياك. اييه نميكو عليه هو غيدير التحيه. صافي غادي ناكلو الطوس مع الربعة الصباح. يلا دير لنا تحية على نشوف واش يدير لنا التحية ولا لا. يموتوا رمي يموتوا رمي ما انا رايح يموتوا لي حياة اراد المغرب وبلا تا هو اودي الله يهديك هذه باني صغير يدير لنا التحية صاحبي راه زيد اسيدي من شروط التحية خصو يدير لنا التحية. يموتوا رمي يموتوا رمي يموتوا رمي يموتوا رمي يلا تحية تحية تحياتي يلا دير لنا التحية صاحبي. يموت رمي بالله تا هو كدخل عندها بديك يموت رمي واش ندها انت يموت يحيى قال لك اودي كيحشم خصنا ندورو جهرة ها انت باش يقدر يديرها في الكاميرا. يلاه والله ودي اوميك عليه واحد النص ساعة وانا بلاتي ما دوروش هنا صاحبي واه ولكن حنا الا دورنا وجه هنا ما غاديش يشوفوا باقي اي كان نديروا ليها. لا هو غادي واه يا راه كاع اللي كيحشم كيجيب الكرش هو كيتمشى غير خليه قم 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 ما انا وقق الله وصافي صافي زيد ايوا انت اللي ما بديتش دير تحيه هو كيقلب عليها تحيه على العالم تحيه ودير التحيه اجي عطيو شي فرصه اخرى يدير التحيه عطيو انا هو يا شوف راه الحياه راه كتعطيك واحد الفرصه. لا غير خلعتيها واحد ثانيه عطيو وحده باقينا راه هادو هما اللي يديروا زو فهمتي غادي نحاولوا نحيدوا ليه هادو راه خالد الا حيدت ليه الخيط راه ما غاديش يشدوا باقي بالله تا هو الله يهديك واش انت احسن من الضرا واش انت صاحبي احسن من الضرا راه يموت الحماد هو قال لك تايا وانا غنطير عيانه صاحبي غنطير عيانه طلقوا راه يقدر يدير التحيه. يلا بسم الله دير اسيدي ليهم التحيه راه اخر فرصه كلاكسون 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 اخر فرصه بسخوت الوالدين سولي تاع 10 واحد شويه الماء بلاتي جوج ثلاثة بلاتي شدو يو باقي الاخوان عطينا واحد الفرصه باش انه يدير لنا التحيه ولكن ما دارهاش. وشوفوا عرفتي كيدير سبحان الله ضربوا في الشمس شو داير بحال السيديا واش بحال السيديا ولا والله العظيم شو سبحان الله العظيم واش السيديا صاحبي السيديا مكرج السيدي فاش كضربوا في الشمس شي السيدي المهم ديروا الطقوس ديالنا ان شاء الله تعالى. يقول لي هذيك الدعاء اللي كيقول تقبلت محلات بسم الله تقبلت محلات شكون اللي كيقولها اوكي جدي ملي كنقدي اخوان الحمد لله تمكنا من اننا نريشو الطوس ديالنا بلا ما بلا والو غير انا وديباني سلايس 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 كنريشوه ولكن كيخرج ديباني وخرج اللهم بارك سمين كيخرج الضلا وخرج هو هذاك لا سمين سنين سمين 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 هانتوما الاخوان كيف ما كتشوفوا شوفوا الاخوان الجلده ديالو كي دايره صفراء هاد اللون الاخوان في الجلده ديالو كيدل على واحد الحاجه شنو هي الزعفران كيفاش الزعفران اللون ديال الزعفران ولا ياوا كيدل الاخوان بان هاد الجلده هادي كتحمل واحد العدد كبير ديال الدهون الصحيه فبطبيعه الحال ما غاديش نزقلوها غادي نشوفوا ان شاء الله من هنا لواحد شويه فاش غادي نقيوه التحضيرات ديالو اللهم بارك تبارك الله شوش واكل والله الا يا مسكين واكله الدرا جوج هذوك الحويصرات ريزرفوارات ريزرفوارات لا الا جوج ضف ضف العسكري هذيك ريزرفوارات واحد ديال المازوت واحد ديال ليسانس المهم الاخوان بطبيعه الحال فاش طاحت هي فكره باش اننا نديروا هذا التحدي ديال الطوس ولا ماشي المهم ماشي تحدي وانما تجربه ديال اننا ناكلوا اللحم ديال الطوس قلبت في السوشيال ميديا ديال المغرب تلاقيت واحد هو اللي كلا الطوس اللي هو بنو ناس ناس تحيه ليه بعدا من هذا المنبر هذا بنو ناس ناس مغربي هذا مغربي ولكن متوحش هذا راه ما يحسبش كاع على العالم هذا عنده واحد العالم ديالو بوحدو بحال الحين والبين فالاخوان اكتشفت انه دار واحد القضيه هذيك الطوسه دوزها فوق من العافيه هو طيبها فوق من العافيه حنا غادي ندوزوها فوق من العافيه باش تفينا كيف ما كيدير دابا مسيو ديباني دابا الاخوان دابا راه سلخناها غادي ندوزوها ان شاء الله باش دوك تيزبرين هاد التيزبرين دابا هادو لفينيسيون يتفينا داك الشاو دابا مسيو ديباني. المهم الاخوان بطبيعه الحال قبل ما تنوض العاصفه غادي نصوروا لكم فاش تنوض العاصفه بطبيعه الحال نصوروا لكم انا عرفت راه العاصفه ديالها شوفوا كنقولوا انا عارفها الجو زوين واه باش هو الجو زوين دابا راه والله اخوتي الى بارد الحال زعما ما كاين لا عجاج لا والو ولكن العجاج راه انتم اللي تنوضوا علاش الاخوان حيت دابا حنا شرملنا دابا المسائل ديالنا اللهم لك الحمد شرمل ولكن المشكل اش من عاصفه قصدك الضلا هو ديك اللعيبه ديال البصله لتحت ولا البصله لا راه حنا تفاهمنا المشكله لا راه تفاهمنا واش تفاهمتوا تفاهمنا غادي نديرها لفوق راه لا 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 ياك تفاهمنا لا لا لا
صافي صافي لا ما نديرلك. شوف 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 طلع طلع خليو الجو زوين. شوف خليو الجو زوين حتى نوصلوا لديك اللحظه وديك الساعه نوضوا القرب هذا ولا نوضوا اي حاجه بيتها حتى نفرقعوا احنا كاع نقلبوا كاع صافي دابا نسى واحد ربي حتى نبانوا في الخبر ديال دوزيام بالله ما تقول لي ويلا ما بيناتنا هذيك تقول لي على وجهك البصله لتحت والفوق شو الجمهور اش هو بيتا لا 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 يعني البصله الاخوان كتكون لفوق وكتكون لتحت بحال وراه لتحت قلت لك انا لا غادي نديروها لفوق ولتحت وراه هي راه مزيانه ها انتم اتفقتوا صافي صافي الحمد لله ودي الحمد لله هودنا حبه فوق وحبه تحت حبه تحت حبه فوق حبه تحت حبه فوق حبه تحت عيد 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 وان شاء الله الاخوان بطبيعه الحال غادي نبارطاجيو معكم اللوغو ديالو كيفاش داير واش كيشبه للدجاج ولا اللحم ولا السمان ولا عيط لهم يجيو يشاركوا معنا يلا عيط لهم انت عيط لهم اجيو لي فان تشاركوا معنا تشاركوا معنا مالكوا انت دابا حط الديناصور دابا غير الطوسخ راه ماشي الديناصور مالك 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 مالو ولا لا لا شو كلهم معنا شو كلهم مرحبا بكم مرحبا بكم الناس اللي باغيين يجيو بانوا في كومونتير بانوا بانوا مرحبا بكم عندي تعشى فوق الدار تعشى وجيت تعشى وجيت بهاد الدار الكبيره شنو خير على زعيم مرحبا الدار الكبيره ولا باب الصغيره انتم الاخوان اللهم بارك الكوت ديالنا طبيعه الحال جات كتحمق واعره ديال بصح المهم راه الطوس تبارك الله بعك كبير اي انا قلت لك ما جبتيش لك كوت كبيره هذا هو المشكل جبناها لك كوت اللي كنستعملوا راه ما غاديش نطيبوا للضياف راه حنا غير في الخلا والقفار ولكن بلاتي خصك تفهمني انا قلت لك دابا ديال البصح لتحت انت درتيها الفوق عاوتاني ولا راه دارها الفوق ولتحت صافي الفوق ولتحت تفهمت صافي تفهمنا الحمد لله عندك عند فورا يبان الحساب عند فورا يبان الحساب يبان الحساب يلا هاك طلا طلا فليتقدم مشكوره للقيام بتدشين هذا العمل اللهم بارك الجميل واو يا سلام قلب بلاتي واخا زير بلاتي بلاتي ودور صفر بلاتي وبلاتي هو انت اللي دور صفر زير تعيش مخير ودابا غادي نسرح لها العواد والفخر نمشي نجيب واحد الدوره في جورينوي ايه ونجيو اولا لقيناها نخليو نخليو دي باني يعس عليها وحنا نمشيو لجورينوي غير ما تنساوش واش خليو الخبز هليو سيرو لا 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 ديك الكريم شوف غنسدوها وغنديروا ليها الكود المهم الاخوان نخليوها هاد الكود ان شاء الله صفر واحد 45 دقيقه ونقصيوها جميع ان شاء الله وتشوفوا اللوغو ديالها كي داير المهم الاخوان ترينا واحد المشكل في شكل الخوت حيت كيف ما عرفتوا بان الكوكوت عمرناها حتى للفوق ودابا ولات كتنفس لينا من هاد البلاصه هذه بالضبط هاد البلاصه هذه قال لك الا ما قفلتي والله لا فورتي هي هذه درو حنا ما عندناش من المشكل المهم الريحه كاينه الاخوان إيه. اللي هي اساسيه هذيك كتصفر فهمتي الوقت راه الوقت مصفره ياك فهمتي المهم كيخرج من الجناب اما انت واحد القضيه اشنا هي اما هاد الكوكوت هذه الا شفتها الوالده اش غدير لي انايا الوالده ديال خالد ربي ما سمح لي نهار غادي نحكوها عليك بالرمله والله يرحم هذا الشيء اللي عندها يا حيد حيد تفرقع حيد هو تفرقع هذاك الشيء يا راه كتنفس في الجناب وراه هو كتنفس في الجناب ها انتم الاخوان شتي اللي كتنفس كتنفس من هنا اهيا راه شو واعره واعره الاخوان والله الا واعره المرقه كاينه ها انتم الاخوان دابا نحاولوا نسرحوها راه كترطب باخينه وسيزو الطبيخ خليها دابا هادي هكا حتى تضرب ثلاثه التصفيرات وغادي نحيدو الكوكوت اودي الله هذيك راه تفرقع علينا ما غاديش تفرقع اصاحبي مادام كتنفس هي دابا كاين الضغط ولكن هي كتنفس يعني الضغط يولي دول الانفجار الله يرحم ليك الوالدين ولكن هي راه كتنفس يعني ما كاينش الانفجار صافي اسمح لي دابا هكا خصها تدور علاش ما تدورش هما اللي قالوا مغربي هو اللي غادي يطردق العالم هكا وليدي هاك طردق طردق الزمر ومنك ليه اهيا وحيده وجهك اجيا خليه كاع بعيد عليه وخليه الى تفرقعات ليه لا يجمع والله واخا ناكلها في السماء بالله طوس والله لا تكزا قلت معاه واش هو 250 درهم والله ليها ميك عليها صاحبي ميك وحليها راه انا هو الطباخ انا ميك عليها انا هو الطباخ سيره والطبر غاش الله يرحمك راه هو اللي علمني كنت كنتفرج فيه ايه علمك انت هو الديناصور سيره والله اللي قال لك دام بارك دام محمد ديباني الديناصور وين المشكله مع هذا ولد الحاج احمد بوتلخ يعلمو بالكاش الله يرحمك الله يرحمه اخوان كيف ما لاحظتوا معنا بان الكوكوت راه ما هي بخير دي باني اش هو هادشي كدير لينا راه الا طرات شي حاجه راه انت هو السبب واخا بلاتي باني الله يرحم ليك ويدي دابا الا بغيتي تثق فيا غتخليني غادي نقاد شوفني كي غادي ندير ليها غادي نفسها ضلا واش بريء منه بريء منه انا بريء منك والله العظيم بالله بريء مني بريء منك واش تيق فيا تيق فيا بلاتي لا واش تيق فيا تيق بك فاش تيق فيا الضلا غادي تشوف العربون كي غادي نقاد الله هذيك صافي الا تبارك عاد بعد ديال الكشكيطه ديال الكشكيطه صافي حيد الله يسخر بلاتي شوف واش غادير ليها
اش كدير دابا دي باني؟ كنخدها باش تنفسها. شفت والله الا كتنفسي مسكين. انت حتى تنفس حتى تلقى داك التنفس ديالها كامل. التنفس الاصطناعي. التنفس الاصطناعي. هوف هوف ياك فهمتي؟ ها انت الله حيد انت من تم حيد من تم. اه يا دي باني. مالا هو بقى ليه دي باني ولا عقيده؟ شوف كاع الحاجه اللي يذكر فيها اسم الله ما تخاف منها والو بسم الله. وليدام ليدام ليدام خرج راه هو كلشي ليدام هو كلشي راه خرج اييه اخوان غنخليو هادشي محطوط هكا نخليو داكشي يتفرقع راه ليدام هو كلشي ها وليدام دابا يلا ها وليدام هذاك راه كثرت الماء راه حنا خصنا نحلوها باش نشوف واش كاين لداخل اش كاين لداخل الربحه كنا مركز لها الجي اش كاين لداخل اش غادي يكون لداخل كاين البصل وكاين الطاوس صافي صافي المهم الاخوان دابا غادي نطلعوا ان شاء الله على هذا الكوكوت ديالنا الله يجعل فيها شي سلامه اي 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 واش متاكد حافظ الدروس ديالك حافظ الدروس راه عندك تفركع لا لا ولا عليك ولا عليك الضله اي واه والله الا معلكه واه اجيا راه بان لي طابت معلم واش ناض ياك وحق ربي الا واه ولكن خصها باقي تحل لك تاكل الحوت صافي بركه صافي صافي تصيبات اخوان دابا تكملت ساعتين وحنا كنتسناو الطوس ديال اللي يطيب واقيلا هاد السيد اللي عطاني لا عطاني لنا شرف ما طابش اصاحبي ما يمكنش ما يمكنش وبلا دابا تشوف الحل اللي دار دي باني شوف شحال ديال العافيه اخو شوف قالب ولا موقوته يا مسكين عندك واه يا سلام صح غادي نضد دي باني عطيني اخوان الريحه ديالها كيشمها بنادم من هنا لا مسكروط الا ما الا ما تيقتوني تولوني والله الا راك مردير مويدي راه مسخوط والدي الله يرضي عليك بلاتي ما درتش لا واش طابت اصاحبي وبلاتي ناكلوها بعدا وراه غنضيو راه ناكلوها دابا يا با خليتي ربي يقول الوالده ديالك تسمح لينا يا ربي وحق الله العظيم شوف الوالده شوف واش دار لك شوف شوف لي ناري ناري عباد الله الوالده غيتفرقع عليها شي عرق اليوم ودابا الاخوان غادي تحقق الحلم ديال كاع المغاربه اللي هو ياكلوا الطوس التفصيل ديال الطوس صلاه وسلام على رسول الله إلى جا إلى جا سيدنا محمد طوس التفصيل ديال الطوس ناري معلكة راه هذه هي الجائزة واخا بلاتي نجر واحد الفران اش هو غتجر راسها الفران بلاتي 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 شوف بلاتي شوف كاع الفران اللي يجر بلاتي شوف هذا هو الفران اهلا وبركة هكا كي تما ما تاكلهاش زيد زيد ها انت معلم الله يرحم المرضين ويا سلام حلم جميع المغاربة اللي هو انهم ياكلوا الطوس التفصيل ديال الطوس طلع دخور عليه ناخذوا المذاق ديالك انت بعدا بسم الله بسم الله سير خذ شويه من الطوس ها هو واه اللقمه والله الا المليح صافي بسم الله اش بالك هويت في المذاق ما تكذب واش كيشبه الطوس ولا اللحم ولا الدجاج ولا شنو غادي تموت لا هو هذاك كي داير المذاق ديالو الملحه شويه الملحه اللي خصها ماشي مشكل الملحه غتزيد عليه في البحر دوق انت بسم الله راه قلنا لك غير دوق ماشي تاكلها كامله اي اخبار اش غادي نقول لكم وحق ربي الا واعر واش ما يمكنش ما يمكنش انا اللي نطيبوه ماشي زعما كنشكر راسي ولكن واعر على اخوان المذاق لاش كيشبه لاش كيشبه ما بين الدجاج وهذاك وهذاك الدجاج ديال اللي كيكون فوق السطح بسم الله انا غندير لي شويه ديال اللحمه الاخوان ضروري باش ندوقوا اللحم ديال الطوس كيفاش جا ناري راه ما يمكنش هو قاصح شي شويه ما عرفت علاش واش شارف ولا مهم بسم الله اش بالك اسمح لي كيف ما قالت الدره شويه ديال الملح اللي خاصها ولكن مزيانه مزيانه واش كنعرف نطيب ولا لا لا كاينه هذه صوبتيها ما عندي ما تسالك معلم تيباني سلم هنا تحياتي لك كاينه سلم هنا الدره سلم هنا بصح كاينه والله العظيم الا نهار مبارك سعيد فاش تلاقينا في هذه الخرجه هذه والله العظيم درنا هذه الخردوله المليحه بالطوس فالاخوان هذا الشيء اللي عندنا في هذا الفيديو هذا بطبيعه الحال غنقول لكم خليو لنا شي جيم ولا شي كومونتير زوين ولا بغيتينا نجربوا شي حاجه من هنا لقدام من غير الطوس مرحبا بغيتي نطيبوا نطيبوا لما لما ما عندكش مشكل انت تهضر مع شي حاجه كاينه كاينه في البلاد بعدا غادي يديروها في السوق كاينه كاينه موجوده غنجيبها غنجيبها خالد غنجيبها انا غنجيبها فين ما كانت تمسح غنوصي عليه من استراليا والله ود خالد وتجيب التمسح حتى ناكلو ضرب هنا الله سيدي حتى ناكلو الله يسخر كاين التمسح غيجي واش كاين التمسح صافي كاين غيجي صافي الله يسخر ناكلوه غندبحو لاكوست صافي الله يسخر المهم الاخوان هذا هو الفيديو ديالنا نتمنى انه يكون عجبكم ما تنساوش لايك كومونتير خليو لينا افكار جداد ان شاء الله ديال فيديوهات جداد الله يرضي عليكم بارطاجيو بارطاجيو ثم بارطاج وديروا لايك الله يعطيكم الخير الاخوان الله يحفظكم وديما راه كما القاعده جيم بارطاجي اكون يحفظ ربي الله يسخر حتى الله يدير الخير